حكى رمضان فضل. انا عندي عجول صغيره يا دكتور بيحصل عندها اسهال. عندك ايه يا رمضان؟ عجول صغيره بيحصل عندها اسهال يعني عمره 15 يوم 20 يوم كده. حلو يا رمضان، جميل. ده احسن احسن حاجه انت قلتها. بص يا رمضان، بص يا رمضان، انا اسمعني من التليفون، من الشاشه بدل التليفون دي اولا يعني. ماشي. بص يا رمضان، احنا دايما في البرنامج بتاعنا بنقول ايه؟ لو انت فاكر، الوقايه خير من العلاج. حصل؟ دايما اقول الكلمه دي ليه؟ لانك انت اول ما المولود يتولد واديت له السرسوب بتاعه كامل، واديت له التحصينات اللي واخدها الام وهي في فتره عشرها الجاف، جبت له جردل نظيف او بزازه نظيفه مطهره تطهير كويس ورضعته، ادت له اللبن بتاعه في مواعيده في درجه حراره مناسبه 37 درجه او 38 درجه في المواعيد بتاعته، نظفت المكان اللي هو قاعد تحتيه اول باول وخلاته شكله نظيف وبيتنقل من مكان نظيف لمكان انظف، ادت له الحاجات ديت في العمر السبعه ايام ال10 ايام الاولين، مش هيجي لك اسهالات. مش هيجي لك اسهالات. جالك اسهالات يبقى فيه انت عملت خطا من اللي انا قلتهم دولت، يا اما ما اديتش السرسوب مش مكان، في مكان مش نظيف، بياخد اللبن مش نظيف، بياخد لبن في مواعيد مش صح، بياخد لبن اكتر من حجمه. لو انت اديت عملت كل الكلام ده وانت 10 على 10، ادي بقى في الوقت ده مضاد حيوي وقلل اللبن شويه، مضاد حيوي او التركيبه بنسميها، تروح تجيبها من السوق من الصيدليه كبيكت المركب تديهوله في بقه وايه، تقلل اللبن شويه والاسهال ده هيروح منك ان شاء الله. شكرا للاخ معانا عباس من